السلام عليكم. في هذه الحصة غنتناولوا درس اللي هو العنوان ديالو عموميات حول الدوال العددية. اولا غادي نعرفوا دالة عددية المتغير حقيقي ونحددوا ما مجموعة التعريف ديالها. البداية غادي نتناولوا واحد النشاط نقرأ لكم في الشكل اسفله. ام نقطة تتحرك على نصف دائرة قطرها ا بي، حيث ا بي تساوي 2. نضع ام تساوي اكس وبي ام تساوي اف دو اكس. اذا للاجابه على السؤال الاول تحديد العلاقه التي تربط كل من اكس و اف دو اكس، لاحظوا معنا في الشكل هنا ان ام وبي بمثابه مثلث قائم الزاويه. لماذا؟ لان عندنا هنا القطر وام نقطه تنتمي للدائره. اذا ام بي مثلث قائم الزاويه. لدينا ام بي مثلث قائم الزاوية في ام. إذن حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة غتكون عندنا القطر أس 2 يعني ا بي أس 2 يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين، يعني يساوي ام أس 2 زائد بي ام أس 2. المطلوب منا هو تحديد العلاقة ما بين ام و بام. اذا بام اس 2 تساوي ا بي اس 2 ناقص ام اس 2، اي بام اس 2 اي بام تساوي جذر مربع ا بي اس 2 ناقص ام اس 2. هنا تخلصنا من الاس 2 او بادخال الجذر للطرفين المتساويه، ولم استعمل القيمه المطلقه لان بام قيمتها المطلقه هي لان بام مسافه والمسافه تكون دائما موجبه. اذا لا حاجه لنا باستعمال القيمه المطلقه، اي بام تساوي نعوض بالمعطيات ا بي قلنا حسب المعطيات هي 2 يعني 2 أس 2 4، أم هي إكس يعني إكس أس 2. وبالتالي العلاقة أي قلنا ما هي بأم حسب المعطيات هي إف دو إكس، أي إف دو إكس تساوي جذر مربع 4 ناقص إكس أس 2. فيما يخص السؤال الثاني، المطلوب منا هو حساب المسافة بام في حالة ام تساوي 1. إذا باستعمال هذه العلاقة يكفي أن نعوض اكس بواحد ونجد بام تساوي جذر مربع 4 ناقص 1 أس 2 اللي هي 1، أي بام تساوي جذر مربع 3. فيما يخص السؤال الثالث، ما هي الأعداد التي لها صورة بالدالة F؟ يتطلب منا مزيد من التركيز هنا. إذن الأعداد التي لها صورة بالدالة F، إذن كل عدد حقيقي إكس بحيث أنها الكتابة جذر مربع 4 ناقص إكس أس 2 لها معنى، أي يعني عدد حقيقي، فهو عدد له صورة بالدالة F. أعيد، أي عدد إكس حقيقي بحيث أنها الكتابة 4 ناقص إكس أس 2 جذر عفوا جذر مربع 4 ناقص إكس أس 2 لها معنى، فهو له صورة بالدالة F. أي عندنا هنا جوج شروط، عندنا خاص يكون عندنا 4 ناقص إكس أس 2 لكي يكون داخل الجذر يجب أن يكون موجب، ولدينا شرط على إكس بما أن إكس يمثل مسافة فإكس أيضا موجب.
وبالتالي ممكن أن نكتب الأعداد التي لها صورة، الأعداد التي أو عفوا ممكن نكتبه لكي تكون لإكس صورة يجب لكي يكون للعدد إكس صورة يجب أن يحقق النظمة التالية هذه النظمة. يعني الشرط الأول لكي يكون لجذر مربع x معنى يجب أن يكون موجبا، ونعلم أن x عدد حقيقي، يعني أن x نعلم أن x بمثابة مسافة، يعني أن x عدد موجب. إذن هنا هذه النظمة s لدينا s تكافئ أن 2 ناقص x في 2 زائد x أكبر من أو تساوي صفر، و x أكبر دائما من أو يساوي صفر. بما أن x موجب فإن 2 زائد x هو الآخر موجب، إذن يكفي أن يكون لدينا 2 ناقص x موجب، أي 2 ناقص x أكبر من صفر، ودائما الشرط x أكبر من صفر نحتفظ به، أي ماذا أصبح لدينا؟ أي x أصغر من 2 وفي آن واحد x أكبر من صفر، أي x ينتمي إلى المجال صفر جوج. هذه الأعداد التي لها صورة بالدالة f نسميها مجموعة تعريف الدالة f. أعيد، هذه الأعداد التي لها صورة بالدالة f تسمى مجموعة تعريف الدالة f. نكتبها، هذه الأعداد التي لها صورة بالدالة f تسمى مجموعة تعريف الدالة f. إذن نمر إلى بعض التعريف التي يمكن أن نستخلصها من هذا النشاط. أولا تعريف دالة عددية. الدالة العددية هي بمثابة علاقة. إذن نسمي دالة عددية لمتغير حقيقي x كل علاقة f تربط x بعدد على الأكثر، وهنا يجب التركيز على الأكثر، نرمز له ب f دو x، أو نكتب f تربط x ب f دو x. إذا وضعنا مثلا إذا كان f دو x يساوي y، نقول صورة x بالدالة f هي y، ونقول أيضا x سابق ل y بالدالة f. إذن أعيد التعريف، نسمي دالة عددية لمتغير حقيقي x كل علاقة f تربط x بعدد نرمز له ب f دو x، أو نكتب f لكل x نربطها ب f دو x. إذا كان f دو x يساوي y فإن y هي صورة x بالدالة f. أمثلة، نعتبر الدالة العددية للمتغير الحقيقي x
نعتبر الدالة العددية نعتبر الدالة العددية المتغير الحقيقي X المعرفة بما يلي F دو X تساوي 3X ناقص 1. لدينا F ديال 0 تساوي 3 في 0 ناقص 1 تساوي هي ناقص 1، أي F ديال 0 هي ناقص 1 و F ديال 1 تساوي F ديال 1 ماذا تساوي؟ هي 3 في 1 يعني X يأخذ القيمة 1 ناقص 1. هنا الأسبقية للضرب تساوي 3 ناقص 1 أي F ديال 1 تساوي 2. و F حينما يأخذ X القيمة جذر 3 فإن F ديال جذر 3 تساوي 3 في جذر 3 ناقص 1 أي F لجذر 3 تساوي 3 جذر 3 ناقص 1. فنقول إن صورة F ونقول صورة صفر بالدالة F هي ناقص 1 وصورة 1 بالدالة F هي 2. كما يمكن أن نقول أيضا إذا أردنا أن نتحدث عن السوابق فنقول أيضا ولدينا 1 هو سابق العدد 2 بالنسبة لF للدالة F. إذن 1 هو سابق العدد 2 بالنسبة للدالة F. كذلك جذر 3 هو سابق العدد 3 جذر 3 ناقص 1 بالنسبة للدالة F. F من بعد نشوف تعريف ثاني. إذن بعد تعريف الدالة نعرف ما هي مجموعة تعريف الدالة. تعريف رقم 2، لتكون F دالة عددية لمتغير حقيقي مجموعة تعريف الدالة F أو حيز تعريف الدالة F هي الأعداد التي لها صورة بالدالة F ونرمز لها بالD أو D دو F ونكتب D دو F ما هو؟ هو مجموعة الأعداد الحقيقية حيث F دو X تنتمي إلى R. ولنفهم أكثر أمثلة، حدد مجموعة تعريف كل دالة من الدوال العددية التالية: الحالة أ F دو X تساوي 1 على X، الحالة ب F دو X تساوي جذر مربع X، الحالة ج F دو X تساوي 1 على X ناقص 2. إذن في الحالة أ على ألف F دو X قلنا هي 1 على X، D دو F هو مجموعة الأعداد الحقيقية يعني X ينتمي إلى R، حيث هذه الكتابة لكي يكون لها معنى يجب على المقام أن يخالف الصفر، يعني حيث X يخالف الصفر. ما هي هذه المجموعة؟ إذن هي المجموعة R محرومة من العدد صفر، ونكتبها R الجمع كما رأينا سابقا أو R محرومة من الصفر كما يمكن أن نكتبها على شكل اتحاد مجالين وليس مجال، ناقص ما لا نهاية صفر اتحاد صفر زائد ما لا نهاية. إذن هذا فيما يخص الحالة ألف. بصفة عامة
لكي تكون الدالة معرفة هناك الحد الساعة على حسب مستوى الجذر المشترك. يعني إذا كانت دالة جذرية فعلى الجذر يجب أن الجذر أن يخالف الصفر، وإذا كان لدينا في تعبيرها جذر مربع فالجذر المربع يجب أن يكون دائما موجبا. تالي إذا الحالة باء f دو x تساوي جذر مربع x. إذا d دو f بكل بساطة هي x ينتمي إلى R حيث x أكبر من أو يساوي صفر. إذا الأعداد الحقيقية الموجبة وهي R زائد. إذن في هذه الحالة d دو f يساوي R زائد. ممكن أن نكتبها على شكل مجال، مجال مغلق بطبيعة الحال صفر زائد ما لا نهاية. فيما يخص الحالة جيم عدنا على شكل دالة جذرية بها جذر جيم اف دو اكس قلنا هي واحد على اكس ناقص اثنان. اذا د دو اف هو اكس ينتمي الى ار حيث حيث ماذا؟ حيث x ناقص جوج يخالف الصفر، وهي x ينتمي إلى R حيث x تخالف 2. إذن في هذه الحالة d دو f تساوي هي R محرومة من العدد 2 والتي يمكن أن نكتبها على شكل اتحاد مجالين ناقص ما لا نهاية جوج اتحاد جوج زائد ما لا نهاية. إذن لكي تكون الإفادة جيدة يستحسن إنجاز التمرين وتحضيره للحصة المقبلة. تمرين نفس السؤال، حدد مجموعة تعريف الدالة F في كل حالة مما يلي. الحالة الأولى f دو x تساوي جذر مربع x أس 2 ناقص 2. الحالة الثانية ناقص 2 x عفوا. الحالة الثانية f دو x يساوي جذر مربع x ناقص 2 على x زائد 2. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة f دو x يساوي f دو x يساوي جذر مربع x ناقص 2 على جذر مربع x زائد 2. الحالة الرابعة f دو x يساوي 1 على جذر مربع x أس 2 ناقص 5x زائد 4. والحالة الخامسة ونكتفي فقط بهذه الحالة الخامسة f دو x يساوي 1 على 2 cos x ناقص 1. إذن نتمنى أن تنجزوا هذه التمارين، سنصححها في الفرصة اللاحقة وفي الحصة اللاحقة إن شاء الله.